الوزير يمكن كان ليك تصريح يتعلق بتدريب أبناء الجيش الليبي، قلت أنه تقدمتم بعدة طلبات لعدة دول لتدريب أبناء الجيش الليبي، لكن هذه الدول لم تعر أي اهتمام لطلباتنا. مين الدول دي؟ لا، الحقيقة هناك الكثير من الطلبات التي تم التقدم بها، وهناك دول الحقيقة دربت ليبيين، سواء كانت مصر أو السودان أو الأردن، يعني أكثر من دولة عربية قامت بذلك. وفي نفس الوقت كانت هناك محاولات مع الولايات المتحدة وفشلت. الحقيقة الجهد لم يكن مناسبا من طرفنا نحن، لكن كان هناك اهتماما بتدريب حتى من المملكة العربية السعودية، كان هناك اهتماما بتدريب بعض ضباط وجنود القوات المسلحة الليبية. طيب، فيما يتعلق أيضا بمجلس الأمن، يعني في تقرير لرويترز النهاردة بتقول أنه في لجنة خبراء من مجلس الأمن الدولي أعدت تقريرا سريا يدعو إلى تشكيل قوة بحرية لتأمين المياه الدولية الليبية من أجل منع نقل الأسلحة إلى ليبيا داخل وخارج ليبيا. كيف ترون ذلك؟ هذا التقرير أشرت إليه أعتقد في بداية حديثنا، والحقيقة أن هذا التقرير رائع، وهي جاء من لجنة خبراء وليس من دول أعضاء. ولجنة الخبراء درست الوضع الليبي عن قرب وأفضت إلى بعض النتائج، وأحد هذه النتائج هو ضرورة إيجاد مراقبة دولية للمنافذ البحرية الليبية، بحيث يتم تلافي وصول أسلحة إلى جهات غير شرعية، مما يساعد على حل الأزمة السياسية والأزمة الأمنية التي تعاني منها ليبيا. فأعتقد أن هذا الاقتراح رائع ويصب في خانة يعني أولوياتنا الأمنية في ليبيا. وربما يعني بعض القوى الدولية قد تتحمس لمثل هذا الاقتراح، زي روسيا مثلا. روسيا أشار مندوبها أنه لو كان الأمر يتعلق به فإنه سيشترك في أي انخراط دولي، ولا أقول بالضرورة تدخل عسكري مباشر في ليبيا، لكن روسيا حسب ما نفهم هي مشجعة أو متشجعة إلى انخراط في الموضوع الليبي الآن، وأيضا مساندة ليبيا في حربها ضد الإرهاب، خاصة وأن لا أقول معظم ولكن غالبية السلاح الليبي تأتي من روسيا في السابق، ومن ثم فإن روسيا يمكنها الانخراط بجدية هذه المرة في سبيل مساعدة ليبيا في خروجها من محنة التي تواجهها، خاصة وأنها يعني تشعر بالمرارة وتشعر بأنها خدعت في 2011 عندما يعني وسع الناتو نطاق عملياته. ومن خلال حديثنا مع المحاورين في الغرب نحن نقول إن ذلك يمثل يعني تقدما كبيرا بين هذه الدول، خاصة وأن في سوريا حاليا لا يوجد تفاهم روسي غربي وروسي عربي، لكن في ليبيا ربما يكون هناك توافق عربي روسي غربي في مجال محاربة الإرهاب ومساندة ليبيا في الخروج من الأزمة الأمنية الخانقة التي تعاني منها. كيف هي الآن أحوال المواطنين المصريين العاملين في ليبيا في المناطق اللي بتسيطر عليها الحكومة الشرعية؟ لا، الحقيقة لا توجد أي مشاكل، بالعكس هم محتضنون من قبل إخوتهم الليبيين وهم في وطنهم وفي بلدهم. المشكلة تواجه الإخوة المصريين في بعض المناطق مثل سرت، قبل العملية الإجرامية الأخيرة في 15 فبراير كان هناك الحقيقة قتل لطبيب مصري مسيحي وللأسف، وزوجته ثم ابنته في مرحلة لاحقة. ما أريد أن أقوله هنا أن سعادة السفير هاني خلاف عندما أرسله الدكتور نبيل العربي عندما كان وزير خارجية مصر في 2011 عندما ذهب إلى ليبيا في طرابلس وبنغازي وتحادث مع ممثلي الكنيسة القبطية المصرية، كان هناك ردا واضحا: نحن في بلدنا وسوف لن نغادر. وهذا ما يقوله المصريون لحد هذه الساعة في مدينة سرت وفي مناطق أخرى من ليبيا. هم متواجدون في ليبيا منذ 20، منذ 25، منذ 30 سنة متواجدون في بلدهم،
والحقيقة من الصعب عليهم مغادرة ليبيا ونحن نتفهم ذلك، ولكن هناك أيضا مخاطر تتهدد هؤلاء المصريين في بعض المناطق التي لا يمكننا يعني مساندتهم فيها، ونتمنى تواجدهم في مناطق أخرى آمنة. شأنهم في ذلك شأن الليبيين الذين يغادرون سرت. من يومين وصلت أعداد لا بأس بها إلى مدينة بني وليد من أسر غادرت سرت بالنظر إلى وجود الخطر الداعشي. بني وليد لا تبعد كثيرا عن سرت، لا تبعد كثيرا، ولكنها مدينة آمنة بالنسبة للإخوة الليبيين الذين أرادوا النزوح داخليا في وطنهم.